مرحبا بالمشاهدين الجداد وبالبنات القدام الأوفياء والمتابعين ديالي. اليوم إن شاء الله كيف كتشوفوا معايا المقادير اللي عندنا ديال اليوم. عندنا كيف كتشوفوا لي صوص، يعني فاست فود. اليوم إن شاء الله غادي نديرو بوريتوس مكسيكانو، كيجي لذيذ وسريعة، وصفة سريعة جدا ولذيذة، وصفة مكسيكية يعني على شكل ساندويش، كيجي غزال وبنين. كيف كتشوفوا المقادير، عندي هنا البصل، عندي الثوم، جوج ريوس الثوم، عندي الفلافل صفراء وخضراء وحمراء، المطيشة، حامضة، المعدنوس، الكفتة، الفروماج، ولي صوص اللي ضروري في لي ساندويش، والمايس. ونبداو على بركة الله. اول حاجه غادي ناخذو هي البصله، غادي نقيوها، غادي نقيوها اول حاجه، وغادي نقطعوها شرائح او هلالات. بسم الله، غادي نحاولوا نقطعوها شرائح رقيقه كيف كتشوفوا هذا الشكل. نستمر في التقطع، بعد ما قطعناها بهذا الشكل هلالات كيف كتشوفوا، غادي نديرها في مقيله. في مقلاه غادي ناخذ تقريبا ملعقه ديال الزيت نباتي، وغادي نديروا هاد البصله باش تشحر لينا. بسم الله، غادي ناخذوا الفلافل ديالنا خضراء وحمراء وصفراء، حتى هما غادي نقطعوهم، غادي نقطعهم طوال. نقطعهم هكذا طوال كيف كتشوفوا. بسم الله، غادي نستمر حتى نقطعها كاملة. بهذا الشكل غادي نقطعو حتى الفلفلة خضراء والصفراء. بعد ما قطعنا الفلافل ديالنا غادي نديرهم في المقلاة باش يطيبوا مع البصلة. بعد ما البصلة بدات كطيح لينا غادي نزيدو الفلافل. بسم الله، حمراء وخضراء وصفراء، غادي ديروا اللي متوفر عندكم. ونخليهم حتى يتشحروا حتى هما ولا حتى يترخاو شويه. بعد ما كتبدا ترخى لينا هاد الفلفله غادي نزيدو الثومه. انا درت جوج دروس كي شفتو معايا مطحونين، غادي نزيدهم. وغادي نزيدو الكفته ديالنا، عندي هنايا تقريبا واحد 500 غرام. غادي ديروا النوع اللي كيعجبكم، ديروا كفته ديال اللحم ولا على داند ولا دجاج على حسب الذوق ديالكم. وبالنسبة للتوابل عندي تقريبا ملعقة صغيرة ديال الملح، وملعقة صغيرة ديال التحميرة أو البابريكا، تقريبا غير نصف ملعقة صغيرة من الأحسن، واحد ربيع ملعقة صغيرة الكمون. أنا عندي كمون بلدي، داكشي علاش درت غير شوية باش ميبانش عاطي، ونصف ملعقة صغيرة ديال البزار أو الفلفل الأسود. غادي نديرهم باش يطيبوا جميع. بالنسبه لهاد البوريتو كاين بزاف الطرق باش تحضروه، كاين اللي كيدير كيزيد فيه حتى الروز مسلوق والعدس مسلوق في الوصفات التقليديه ديال البوريتوس ديال المكسيك. يعني كاين بزاف ديال الانواع
بحال قلت سود باكوس ديال دابا. انا غادي نوريكم واحد النوع اولا نقدم لكم واحد النوع من الانواع ديال البوريتوس اللي كيجي لذيذ جدا وكيعجب الصغار والكبار، سورتو الدراري الصغار كيعجبهم. هاي الكفته ديالنا كطيب، بعد ما كيبقى كتبدا تطلق لينا هاد الماء ديالها غادي نزيدو صلصه طماطم اللي يمكن لكم تحضروها في الدار اولا تشريوها، بالنسبه لي انا غير شريتها. غادي ديروا صلصه الطماطم اللي كنديروها في البيتزا، بسم الله نكبوا صلصه الطماطم اللي كيف قلت لكم تقدروا تحضروها غير في الدار. انا ديجا حضرتها لكم في الفيديو ديال بيتزا هات، غادي تلقاو في الفيديوهات ديال بيتزا هات، كتجي رائعه، كتجي بحال هذا الشكل اللي درنا، غير انا مع ما شريتها ما عطيتهاش واستعملنا هذه حتى هي كتجي مزيانه. غادي نقول لكم الوصفه ديالها بطريقه سريعه. غادي تاخذوا مطيشه تقطعوها طريفات صغار وديروها في واحد الكاسرونه، غتكبوا عليها نص كاس ديال الماء سخون، تزيدوا عليها ثومه جوج دروس ديال الثومه تقريبا، وتزيدوا عليها واحد الفلفله حمراء مقطعه وتخليوها حتى تطبخ شويه. لما كتبان لكم ديك مطيشه طابت غادي تزيدوا واحد شويه المليحه بزار تحميره وشويه ديال الزعتر اللي كيبننها. من بعد غادي تشدوها وتطحنوها، فاش كتطحن غادي تعاودي ترديها غير تغلى شويه صافي كتولي بحال هاد الصلصه اللي كتباع تماما وحسن كاع الحاجه ديال الدار كتكون حسن من حاجه ديال السمقه. غنخلي هاد لاصوص حتى تشرب شويه. اللي ما كيبغيش هاد الصلصه الحمراء يعني لاصوص هاد لاصوص يقدر يعوضوها، تقدروا تعوضوها بالقشطه الطريه، بحال تزيدوا واحد القشطه الطريه تقريبا شي ربع كاس ولا كاس قشطه ديال هذا ديال الطبخ، كريمه ديال الطبخ حتى هي كتجي رائعه. بعد ما تقريبا بدات كطيب لينا غادي نزيدو المايس هو اخر عنصر في هذه الصلصه اولا في هذه الحشوه. كتعلك لينا كيف كتشوفوا الصلصه كتجي اولا الحشوه كتجينا معلكه وحتى المذاق لذيذ، يعني كنتمنى تجربوا هذه الوصفه باش تعرفوا مذاق ديال البوريتوس اللي بحال اللي ما سبق ليش وكلاه، وصفه جميله جدا ولذيذه. دابا غادي ندوزو نحضرو الصلاد اللي حتى هي غادي تكون في ساندويتش ديال البوريتو. عندنا هنا مطيشه قطعناها قطع على شكل مربعات والبصله هي بحال هكذا هلالات، عندنا المعدنوس مقطع وتقريبا واحد نص عصير حامضه صغيره، الحامض غادي ديروا على حساب الكميه اللي ديال الصلاد اللي عندكم. وهنا عندي مليحه وبزار غادي نديرهم في واحد الاناء ونخلطهم، غادي نديرهم في هاد الزلافه باش نخلطهم. بسم الله يعني كتكون واحد الصلصه اللي هي سخونه وكتكون هاد السلطه اللي بارده، يعني حشوه سخونه وحشوه بارده اللي تنخلطوهم في هذاك الساندويتش اولا غادي تشوفوا بحال شكل العيش اللي ديجا صايبته. ان شاء الله شي نهار غادي نديرو لكم في فيديو بوحدو. غادي نزيدو الملح والبزار غير شويه حيت ديجا عندنا ديك الحشوه ديجا درنا فيها المقادير، ونزيدو الحامض حتى هو ما نكتروش. غادي نخلط الكل
وها هي الصالاد ديالنا واجده. غادي ندوزو لتحضير البوريتوس ديالنا اولا البوريتو. مشيت قطعت الخس بهذه الطريقه كيف كتشوفوا طويل كيجي مزيان بهذا الشكل. ودابا ما بقى لينا غير نوجدوا البوريتو ديالنا. ها هو هذا العيش اولا الخبز ديال البوريتو اللي صايبتو من قبل. غادي ان شاء الله غادي ندير لكم فيديو خاص بهذا الخبز ديال البوريتو. من الاحسن يبقى مغطي حتى نبغيو نوجدوه باش ما يقصحش لينا. وفي هاد الحشوه ديالنا قبل ما نبداها غادي ناخذ فرماج موتزاريلا اللي محكوك ولا مطحون. غادي نزيدو قبل ما نبدا. بسم الله كيعطي واحد الاضافه رائعه جدا واحد التعليكه زوينه. غادي نخلطو وما بقى لينا غير ان شاء الله نبداو في البوريتو ديالنا. نصايبوه. غادي نبداو في تحضير البوريتو. غادي ناخذوا هاد الخبز اولا هاد الخبز ديال بحال ديال العيش ولا ديال التاكوس ونقدروا نديروا به حتى الشاورما ان شاء الله. غادي نحط لكم الفيديو ديال هاد الخبز. غادي نحطوه اول شيء. بسم الله غادي نديروا الخس هو اول حاجه. بسم الله غادي ندير فوقو هاد السلطه ولا هاد المطيشه والبصله اللي حضرنا من قبل هي ثاني حاجه. بسم الله ومن بعد غادي نديرو هاد الحشوه اللي حضرنا. بسم الله غادي نديروها هكدا. نحاولو نديرو بشكل بحال كاطولي باش يجينا ساهل فاش نبغيو نطويو. غادي ناخدو واحد شويه ديال الفرماج حمر اولا الموتزاريلا. ديرو نوع الفرماج اللي كيعجبكم وغادي نطويه من الاسفل على هذا الشكل والجوانب ونجيبو الجانب الاخر بحال هكذا بهذا الشكل كيجينا. غادي نعاودو نستمرو في التحضير حتى نكملو نفس الطريقه. نخلي هذا جانبين. غادي نعاودو نحضرو وحده اخرى ثانيه نفس الطريقه. ناخذ الخس هو اول حاجه وناخذو هذا السلطه ناخذوا الحشوه ديالنا. كنوزعوها هكذا واخر حاجه هي الفرماج. غادي نديرو هكذا من الفوق اللي كيعطينا واحد البنه رائعه. كنجيبو هكذا من تحت نسدوه بهذا الشكل ونسدوه من هذا الجنب الاخر. وحنا صايبنا البوريتو كيف كتشوفوا كيجي بحال هكذا. كنبقاو مستمرين حتى كنكملوا على حساب عدد الاشخاص اللي عندنا. نبقاو غاديين حتى نكملوا البوريتو ديالنا. غادي نبقاو مستمرين في التحضير حتى نكملوا العدد الاشخاص اللي عندنا ديال البوريتو ونتلاقاو في طبق التقديم ان شاء الله. وصلنا لنهاية الفيديو. هذا هو البوريتوس ديالنا مكسيكانو. نتمنى ان شاء الله يعجبكم وديروا حتى نتوما الوليدات ديالكم والناس اللي عزاز عليكم باش تفرحوهم. كيجي مذاق ديالو رائع جدا ولذيذ. نتمنى ان شاء الله ديروا ليا لايك الى عجبكم الفيديو والبنات جداد ديروا سابوني ولا اشتراك باش يوصلكم الجديد ديال الفيديوهات ديالي. ونتلاقاو ان شاء الله في وصفات جديده ومتميزه.